أهلاً، رجعنا بحملة فيكم حياة ومعانا العزيزة دكتورة سماح الجبور. أهلاً وسهلاً فيكي، أخصائية كلى أطفال. أهلاً وسهلاً دكتورة سماح، يعني أنت صرتي من أهل الدار، معظم الحالات الموجودة حضرتك بتعرفي عنها أو عالجتيها أو شخصتيها. بداية كل عام وأنت بخير، رمضان كريم. أهلاً ست رادة، أهلاً وسهلاً فيكي. حبيبتي كتير في أسئلة الصراحة، واليوم أنا حابة أحكي مع حضرتك دكتورة لأنه كتير في أسئلة بتجينا. طب أنا إذا تبرعت لبنتي أو تبرعت لابني بالكلى، إيش رح يصير علي؟ إيش المضاعفات اللي ممكن أمر فيها بعد ما أتبرع لابني؟ هل بقدر أعيش بكلية واحدة؟ أنا كليتي لأنها كبيرة وابني صغير، هل هو رح ينمو مزبوط؟ هذه الأسئلة الهواجس اللي بتصير بعقول الناس، تحكي لنا أكثر عن هذا الإشي؟ تمام. هلا بالنسبة لزراعة الكلى بين الأطفال وأهلهم، طبعاً في أكثر من شغلة بتتحكم في الموضوع. أول إشي نسبة التطابق عادة بتكون عالية كتير، فأفضل إشي بالتبرع بالأعضاء هو تبرع الأعضاء من الناس الأحياء وبتحديداً بالأقارب من الدرجة الأولى. هاي بتكون بتعطي الأطفال فرصة بالحياة طويلة مع مضاعفات قليلة. هلأ عادة الأهل لما يجوا بدهم ياخدوا هاي الخطوة العظيمة بالتبرع بأحد أعضائهم لأطفالهم، بيكون في أكثر من شغلة، إنه الأم أو الأب، وهل بتأثر على حياتهم مستقبلاً، على عملهم، على أدائهم الوظيفي. هلأ الإنسان سبحان الله إنه رب العالمين خلق كليتين، كل واحدة فيهم تشتغل 50% من الوظيفة بس، لكن الكلية عندها القدرة على إنها تشتغل 100% من الوظيفة بحال ضمور إحدى الكليتين أو استئصال إحدى الكليتين. فمبدئياً على المدى البعيد وعلى احتمالية إنه هذا البني آدم يصير عنده لا سمح الله فشل كلوي، هي احتمالية ضئيلة جداً، لأنه الكلية قادرة على القوم بالوظيفتين معا، بدليل أنه في أطفال بينخلقوا خلقيا بكلية واحدة أو بيكون عندهم كلية ضامرة والتانية ممتازة، بيعيشوا حياة إلى حد ما طبيعية. خلينا نقول إحنا بنقولهم أنهم لازم يديروا بالهم أكثر من الناس التانيين، بحيث أنه ما يتعرضوا لرياضات عنيفة، يكون أكلهم صحي، يشربوا سوائل كتير، ما يكونوا حياتهم فيها عرضة للأذية، لأنه بتكون الكلية الوحدة سبحان الله يعني انه تنتين، لانه وحده ممكن تقوم بوظيفه الثانيه. صفينا بوحده اذا لا سمح الله صار عليها اي شيء بينتهي الانسان فشل كلوي. فبادئ ذي بدء انا عاده لما بقعد معهم بحكي انه مبدئيا الكليه الثانيه رح تقوم بالوظيفه كامله، بدليل انهم لما بيطلعوا من العمليه بتكون وظائف الكلى عندهم طبيعيه 100%. هلا بتيجي العامل الثاني اللي انا برضه بكون دائما قلقانه منه، هي الاطفال صغيرين الوزن وصغيرين الحجم واللي طولهم قليل، بيكون قد مين مناسب لهم، كلية الأم ولا كلية الأب؟ لأنه برضو الكلية بتكون نسبة وتناسب على حجم البني آدم. نعم. فعادة منقول إنه الطول إله دور، طول الطفل إله دور، فعشان هيك الأطفال القصيرين القامة كتير لازم تكون مثلاً على الأغلب التبرع من الأم، أو إذا كان الأب مثلاً نحيف ما بيصير الناس الناصحين يتبرعوا بكلية لأنه ممكن تكون أكبر وممكن يكون في عليها نسيج دهني كتير. هذا الإشي بيتحكم بنجاح العملية بالفترة الأولى ما بعد العملية، يعني بأول ما تنزرع الكلية حجمها كتير إله دور. عشان هيك بنقول إحنا الأطفال اللي عندهم فشل كلوي عادة ما بنكون متحمسين جدا إنه أول إشي لازم نعمله زراعة، بنحب إنه نغسل لهم فترة معينة من الزمن عبين ما يصير طولهم مناسب ونموهم مناسب، اللي كلية الوالدين تكون مناسبة لهم. فهي شغلة ما بيتم القرار عليها بساعة ولا بليلة، لأنه الأهل بيكون دائما بحبوا خلص منذ ما تشخص طفل بفشل كلوي إنه لا خلص دي أزرع له دكتورة. لا، منقول إذا الطفل كتير صغير لازم يغسل فترة معينة من الزمن، لازم ياخد بعض الأشياء اللي بتساعد على النمو زي هرمون النمو ونظبط الدم تبعه، التغذية السليمة، بيكون عندهم فقدان شهية أحيانا نحتاج نغذيهم، بعدين نوصلهم للوقت اللي لما منصور كلية أبوهم أو أمهم ومناخد قياساتها منحس إنها ممكن تيجي ببطن الطفل بطريقة مناسبة. تمام. يعني عن جد في كتير أسئلة أكيد، وأكيد لما الواحد يخوض التجربة كمان بصير في أسئلة أكتر لازم يسألها لدكاترته، وعشان هيك إحنا دائما بنحب إنه نستضيف حضرتك أو نستضيف الإخوة أيضا الأطباء الآخرين لحتى يجاوبوا على هالأسئلة اللي هي أكثر شيوعا أو المتداولة طبعاً بشكل طبعاً كبير. 100%. إحنا معانا اليوم كمان ميادة وأم ميادة، واللي هن ايضا من المرضى اللي الاطفال يعالجوا عندي. نعم. فانا هلا بدي انتقل لام ميادة. ميادة ولكن انت معنا دكتوره طبعا لحتى نواصل حديثنا. طبعا احنا عم نجيبكم كل اسبوع من الخليل عشان تكونوا موجودين معنا بدنيا يا دنيا،
فولكن طبعا بنحب نشوفكم دائما مياده، وان شاء الله ربنا يوفقنا انه كمان نقدر نشوفك لما ترجعي بالسلامه. صباح الخير، صباح كيفكم؟ تمام. كله تمام. هاي المايك بجنبك مياده عشان نسمع اخبارك. نزلتوا على الخليل ورجعتوا؟ لا والله ما نزلت. ما نزلتوا عاد؟ انا الدكتوره سماح قالت لي نزلتوا بس. لا لا، وكل هذا الاسبوع مياده كانت عم تغسل كل يوم. لا، يوم بعد يوم تغسل، يوم بعد يوم تغسل. احنا بدنا نذكر الناس اللي عم بتواصلوا معنا انه احنا استضفناكم الاسبوع اللي ماضي. شكرا راما، انا نسيت كلمه الماضي كلها. وانتم كنتوا عم بتقولوا لنا انه هي كل يوم بتطلع من الخليل بتروح على القدس لحتى تغسل من الساعات الاولى من الصباح لحد بعد الظهر، وهذا خلاها ما تروح على المدرسه. تحكي لنا اكثر عن حاله مياده كأم، كحياه يوميه. مياده بما انها بتغسل بشكل يومي بتعاني معاناة مش طبيعية، يعني هي بتعاني وإحنا كأهلها بنعاني كمان معيها. يعني بالمدرسة منقطعة تماماً، ما بتتواصل بالمدرسة بسبب إنه الغسيل اليومي. هي نفسها إنها تتواصل مع مدرستها بس ما في مجال. يعني هي بتدرس بالمستشفى، بدرسوها وعلاماتها ما شاء الله عليهم يعني منيحة، ونفس ما كانت بمدرستها. برافو عليها حبيبتي. وتعبناك اليوم، ما كنتش بدك تصحي وتيجي صح؟ لا لا، ما كانت ما كانت. معلش حبيبتي، احنا عم نتواصل مع كل هالاشخاص اللي عم بتابعونا لحتى نقدر نعطيكم اكثر معلومات لحتى تقدروا تكونوا موجودين جزء من عائلات هالاطفال، وتقدروا تساعدوهم وتتبرعوا لهم لحتى يقدروا انهم يعملوا العمليات. دكتوره سماح، انا بدي اسالك، مياده من المرضى الاطفال اللي انت بتعرفي حالتهم، احكي لنا اكثر عن حاله مياده وايش محتاجه. اوكي، هلا بالنسبة لميادة أنا عرفتها تقريبا قبل سنة ونص من الآن. كانوا جايين على أساس إنه الطفلة عندها حصيات معبية الكليتين، وتم تشخيصها بالمرض اللي هو الهايبر أوكسالوريا. لما أخذنا التاريخ العائلي تبع العائلة تبين إنه في عندهم طفل قبل هيك كان وتوفاه الله، فحاولنا قدر الإمكان إنه نقدر نحافظ على وظيفة الكلى مع انه كان فيها احجار معبيه الكليتين، يعني حصيات كبيره كثير. طبعا ضلوا يروحوا ويجوا باستمرار. اهل مياده من الناس اللي انا كثير بعزوا علي، لانهم كمان مواظبين على القدوم من بلد ثانيه يعني، وبرضه انا بشعر معاهم بشعور انه كثير بحب انه احس حالي بدعم اهلنا في الداخل الفلسطيني. فلما بيجوا بكون كثير مبسوطه انها تكون امورها منيحه. الا باخر مره قبل تقريبا 5 أشهر اجت وكان في ارتفاع بوظائف الكلى، حاولنا انه نعمل عمليه على الكليتين، تم اجراء تدخل جراحي بمستشفى الاردن على اساس انه نحاول الحصيات الضاغطه على الكلى نتجاوزها، ولكن للاسف الشديد انه هذا الشيء كان من ماده الكليه نفسها صار فيها الفشل. فبالخليل تحولت الى القدس لانه كان من المستحيل انها تعيش بعمان وتضلها تعمل غسيل بعمان، فكانت المأساة اللي سمعتيها في انها كل يوم بتروح من الخليل الى القدس مع المرور بالحواجز مع الاشياء الصعبه اللي بالطريق حتى ان يتمكنوا من موضوع غسيل الكلى. بالنسبه لمياده، انا الشيء اللي بخليني كثير متفائله بموضوع زراعه الكلى والكبد لها انه اذا ما زي ما بتشوفي هي كثير طفله مبين عليها انه ما عندها مضاعفات كثير من الفشل الكلوي لانها عم تغسل بصفه يوميه. نعم. زائد انه ما شاء الله اهلها مثابرين على استخدام العلاج بالوقت المناسب، تغذيتها ممتازه، البنت ذكيه. فانا من الناس اللي كثير متحمسه لهم لموضوع زراعه الكبد والكلى. إن شاء الله. مياده تمام. دكتوره مياده، ناخذ منك كلمه قبل ما يعني قبل ما نطلع للتقرير، بدي اخذ منك كلمه مياده. قولي لنا اولا، انت قد ايه متفائله انه كل هالاشخاص اللي عم بتابعونا رح يقدروا يساعدوا مياده لحتى تقدر تعمل عمليتها، وايش بدك منهم؟ بدك يعني ايش الشيء اللي انت حابه انك توصلي له يعني بعد ما تعمل العمليه؟ ايش حابة يصير معك؟ حابة اني ارجع على مدرستي، وحلمي اني اصير مهندس منى. وهيك ارفع صوتك. ان شاء الله حبيبتي، وانا كثير سعيده ومبسوطه انه كل مره بشوفك متفائله والبسمه يا ربي ما عمرها تفارقك يا حبيبتي، لا انت ولا اهلك. ويعطيكم الف عافيه، شكرا جزيلا لكم. دكتوره احنا متواجدين لسه مع بعض، ولكن رح ننتقل لحتى نشوف قصه نجاح اخرى اللي هي ايهم العزيز، فبنشوف التقرير وبنرجع لكم. ايهم طفل ايضا
كان محتاج لزراعة كبد وزراعة كلى. بلشوا أهله يدوروا على أصحاب القلوب الكبيرة، وتم جمع مبلغ لأيهم، ومن هذا المبلغ استطاع أنه يسافر فيه ويقوم بالعمليات. أيهم ووالده كانوا تحت العمليات بنفس الوقت، وصارت زراعة الكبد والكلى بنفس العملية وبنفس اليوم على مدة 11 ساعة. أيهم أيضاً ما زال مترتب عليه مبلغ 35,000 دولار. العملية كانت خطيرة ودقيقة ومحتاجة لكثير، ولكن الحمد لله ربنا وفقنا، وأيهم اليوم رجع على أرض الوطن ورجع متعافي وسالم وقادر إنه يكمل حياته. يعني قصة نجاح أخرى مع أيهم حبيب قلبي وأيضاً والده. يعطيك ألف عافية. كيف الأخبار؟ الحمد تمام؟ لله رب العالمين. الحمد لله. تمام بخير. الحمد لله. أيهم بدنا نسمع منك، إمتى رحت على تركيا وقد إيه قعدت وإيش العملية اللي عملتها سريعاً؟ أنا بصراحة قرب أنا بصراحة مش عارف إمتى رحت على تركيا، بس قعدنا 6 أشهر. وكيف كانت العملية، صعبة؟ لا لا. وهلا كيف حاسس؟ الحمد لله. الحمد لله. وهديك المرة قلنا أنت لسه ما رجعت على المدرسة. بس عم تتواصل مع أصدقائك، عم بيجوا بزوروك. طب إيش بدك تحكي لكل الناس اللي تواصلوا معك بالحملة وقبل الحملة واللي تبرعوا لك؟ أنا بتمنى إنهم يتبرعوا، لأنه إحنا بنستنى تيجي شهر 6 عشان نقدر نروح يستقبلونا. إن شاء الله إن شاء الله. أبو أيهم خبرنا، قال أيهم كان حبيبي الله يحميه بالمستشفى قبل فترة. والله قبل فترة هيك صارت عنده شوية مضاعفات ودخل المستشفى لمدة أسبوع. حضرتك المتبرع صح؟ أنا المتبرع. وكيف الوضع بما أنه كنا عم نحكي مع دكتورة سماح؟ والله الحمد لله، الحمد لله النية كانت صافية في الشغلة هاي، والحمد لله الوضع الصحي كثير ممتاز الحمد لله لحد الآن. الحمد لله. أنتوا تحت العملية نفسها 11 ساعة تم الكبد، زراعة الكبد والكلى، ولكن أنت اليوم رجعت لشغلك بتمارس حياتك الطبيعية عادي؟ الحمد لله رب العالمين، والله رجعت لشغلي بمارس الحياة طبيعية الحمد لله. والعملية فعلا زي ما حكيتي أنت تفضلتي، إحنا 11 ساعة يعني عملية كانت مش سهلة، كانت يعني هيك عملية، أول عملية زراعة كبد وكلى بنفس الوقت يعني كانت. نعم يعني. وبعدها قد إيه قعدت بالآي سي يو أو بالعناية المركزة؟ قعدت 2 يومين أنا بالعناية المركزة. وبعدين خلص، بعدين طلعت. وهلأ أكلك طبيعي؟ الحمد لله رب الحمد العالمين. الحمد لله الحمد لله. يعني في شغلات الواحد لازم يبعد عنها. تمام دكتورة، إذا بدنا نحكي عن حالة أيهم، إيش المضاعفات اللي ممكن تحصل بعد ما يقوموا بالعملية بفترة كبيرة؟ هلا هم طبعا الاطفال اللي بيزرعوا كلى بيضلوا بياخذوا ادويه حتى يضل محافظ على المناعه بالجسم، انه ما يرفض الجسم الكليه المزروعه. هلا هاي الادويه طبعا لها مضاعفات، هم بتكون مناعتهم اقل من الاطفال الثانيين، عرضه لالتهابات متكرره. اذا كمان ما تنسي انها هاي الكليه بيحتاج دائما انه يكون عم يشرب سوائل كثير، بياخذ كميات منيحه من السوائل لادامه التدفق الدموي عليها ولادامه اخراج البول. فاذا صار عندهم التهاب امعاء، اذا صار عندهم التهابات بول، بيكونوا لازم ياخذوا مغذي، لازم ياخذوا مضادات حيويه قويه. مثلا قبل ايهم قبل اسبوعين كان عنده شويه احد الادويه اللي بياخذها تبعت المناعه مستواه شويه عالي بالدم، فعمل شويه ارتفاع بوظائف الكلى. لانه حتى هاي الادويه هي سبحان الله سلاح ذو حدين، يعني الدواء مفيد له بنفس الوقت اذا زاد عن حده ممكن يكون مضر. وانك أكيد. تحسب على حده او غير حده طبعاً. بتعتمد على فحوصات مخبريه. فصار عنده شويه التهاب امعاء، دخل بشويه قصور كلوي حاد، ولكن هو الحمد لله الان احسن كثير. شكرا كثير دكتوره. ابو ايهم، ايهم شكرا جزيلا حبيبي. شكرا لك. الله يسعدك وان شاء الله دائما بنشوفك بصحه جيده. وهي كمان قصه نجاح ايضا اخرى من القصص اللي بنتباهى فيها من الشباب، شباب المستقبل، شباب الوطن، اللي ان شاء الله رح يكبروا ورح يكونوا جزء لا يتجزا من هذا المجتمع الحلو الكبير اللي فيها التكافل والحب الكثير. احنا رح نرجع، بس اللي هلا بدنا نشوف قيس وام قيس تقرير وبنرجع. قيس قد ايه عمره؟
7 سنوات. وإيش بعاني؟ هو عنده CP يعني شلل دماغي، تقلص بالأطراف السفلية. يعني مأثر عليه إنه عنده شد كثير يعني بإجره، مما عنده إنه ما بيقدر يمشي. وكم ولد عندك؟ ما عندي غير قيس. أنا منفصلة عن جوزي، يعني عايشة عند أهلي. أها، وقد إيه لك منفصلة؟ 4 سنوات. تروح المدرسة ولا لا؟ بروح. وشاطر؟ قد إيه؟ كثير؟ بتحب المدرسة؟ ايش اسم مدرستك؟ احكي لها. جامعة الحسين تحديثي حقيقي. لانه احنا واجهنا يعني مشاكل كبير مع المدارس، انه ما كان يقبل الطلاب. بيحكي لك انه لازم يكون معاه معلم ظل يعني او مرافق، لانه مسؤولية كبيرة عليهم، او انه الام تيجي مع الطالب، لانه هي كثير يعني مسؤولية كبيرة. فانا لقيت أم قيس. وقيس يا صباح الفل، كيفكم؟ صباحك هلا حبيبتي. حبيبتي لما حكيت معك أم قيس قلت إنك فقدت الأمل. ما تفقد الأمل. أول إشي أنا بحب أشكركم وبشكر قناة رؤية، وشكرا لك يعني مش بكفي إنه أنت مهتمة بالأطفال، كمان دعمتينا معنويا. حبيبتي إنه أنا كنت كتير خايفة، بالأخص إنه أنا كمان يعني لحالي أنا مهتمة بابني. بتعرفي انه يعني مسؤوليه على كاهلي انه انا لازم انه يعمل عملية، يعني بتعرفي لازم يعني الام عندها مخاوف، بدور اني انا كمان ام واب بنفس الوقت. بعرف حبيبتي وبتشتغلي، يعطيك العافيه. وقيس حبيبي كل الوقت لازم تحمليه لانه ما بقدر يمشي. وعمليه قيس يا جماعه عمليه ابسط بكثير من بقيه العمليات، ومبلغها كثير قليل. وهلا رح نحكي اكثر مع استاذ احمد ابو طاعه لحتى نعرف اكثر عن المبالغ اللي موجوده، وكمان لحتى استاذ احمد يحكي لنا اكثر عن التبرعات اللي عم بتصير. واحمد معنا على الهواء لحتى يحكي لنا اكثر. صباح الخير استاذ احمد ابو طاعه، يعطيك الف عافيه. الله يسعد صباحك، صباح الجميع. اهلا وسهلا استاذ احمد. لو نحكي اكثر عن عمليه قيس وقد ايه بتكلف وقد ايه المبلغ المتبقي عليهم. قيس عمليه SDR تكلف 27,300 دولار. لغاية الآن لسه ما جمعنا أي تبرعات حسب ما عرفت من المحاسبين. تمام، أنا مش كتير عم بسمع الصوت منيح، ولكن تمام. ولكن كمان إحنا بدنا نقول شكرا كمان للمتبرعين استاذ احمد. انا يعني بعرف انه كثير في من هدول المتبرعين تواصلوا مع حضرتك، ولولاهم ما كان قدرنا نوصل غاليه وين ما هي اليوم، وكل الاطفال وين ما هن اليوم. اكيد طبعا. اول شيء حابب اشكرك، اشكر ثلاث رؤيا وانتم في دور عظيم. وطبعا كل انسان تبرع وساهم باي شيء تبرع فيه قدر يسمع امل لهدول الاطفال، وما دائما قدر نحقق خدمة هذول الأطفال ونصنع لهم الأمل في الحياة وحياة جديدة. كان دور جدا مهم، دور تكافلي رائع نشتغل عليه، وإن شاء الله إنه بيستمر هذا المجهود لصناعة الأمل إن شاء الله. وهي عم نشوف صور غالية كمان اللي إحنا ما زلنا بالطريق لحتى نحاول أيضاً إنه نكمل الأمور زي ما لازم. بشكل سريع أيضاً أستاذ أحمد حابين نحكي عن مصعب وعدي. مصعب وعدي أيضاً زي ما بنعرف في منهم كملوا عمليتهم، ولكن عدي ما زال محتاج المساعدات لحتى يكمل عمليته. طبعا اول شيء مصعب عمل عمليه زراعه الكبد والكلى، لكن متوقع عليه مبلغ يتجاوز ال 35,000 دولار. وعشان نقدر نعمل العمليه لاخوه هذين كمان زراعه الكبد بدهم كمان 85,000 دولار. فطبعا هم الاطفال محتاجين مساعده الناس عشان نقدر نخلص بين مصعب ونقدر نبدا في عدي. عدي تقريبا حالته راح تجهز للزراعه قريبا، فنتمنى انه الناس تدعم وتساعد، لانه هذا الشيء بدون مجهود اللي قاموا فيه الناس شبه مستحيل انه يصير، لانه وضع الاهالي ما بيسمح نهائي لهيك عمليات وهيك تكاليف.
إن شاء الله. أستاذ أحمد أبو طاعة، شكرا جزيلا لك ممثل مجموعة أجيب آدم في الوطن العربي، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية ويعطي للجميع العافية. أم قيس وقيس ما تفقدوا الأمل أبدا، يعني أنا دائما بقول لكم هذه الجملة لأنه إن شاء الله قيس رح يتعافى بإذن ربنا إن شاء الله. والأشخاص اللي عم بتابعونا، يعني أنا وصلنا ربما لنهاية حملة فيكم حياة على تلفزيون رؤيا الحبيبة بدنيا دنيا، ولكن أنا مستمرة معكم على الأونلاين لمدة 6 أشهر على الأكاونت تبعي غادة سابة، سواء كان على الفيسبوك أو على الإنستغرام. وأكيد مش بس عند الأكاونت تبعي، كمان بدي أشكر كل الأشخاص اللي عم بيدعموا هالحملة واللي عم بيشيروها، ودائما بقول الشير بالخير إن شاء الله. فيكم حياة كانت معكم على رؤيا، شكرا رؤيا، شكرا لكل الأشخاص اللي تبرعوا وعم بيتبرعوا وعم بيتواصلوا معنا.